بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأي عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. تحدثنا عن البيئة الصحراوية وما قلناه فيها، تحدثنا عن البيئة البحرية وما قلناه فيها، ثم بدأنا وانتهينا من الكلام عن البيئة الصناعية، وهذه والبيئة الصناعية يعني كان لها دور كبير جدا، أو لم لا يعني لا نقول كان لها، لا لها دور كبير جدا، لأن ما زلنا طبعا نتعايش في ظل هذه الظروف. ننتقل الكلام من البيئات والكلام عن الحالة الثقافية. الحقيقة أنا كنت أود أن نتوقف عند هذه النقطة ونبدأ بالنقطة الجديدة، لكن يعني راجعت المصفوفة مرة أخرى وجدت أن البيئة الثقافية تحتاج إلى يعني نظر، ثم بالتالي لابد من الدخول فيها والكلام عنها. البيئة الثقافية نقصد بها المقومات الثقافية. لكل مجتمع من المجتمعات، من قريب أو من بعيد، مقومات، يعني عوامل، يعني ركائز، يعني أسس، قل ما تقوله، أسس، ركائز، عوامل، مقومات، كل هذه مرادفات. المقومات أو الركائز أو الأسس الثقافية لأي مجتمع من المجتمعات هي نشاط هذا المجتمع ونتيجة هذا النشاط. طيب، هناك عوامل تساعد على هذا النشاط، فبالتالي ما يطلق عليه بعد ذلك بالتراث، التراث الذي هو رصيد هذا الشعب، التراث الذي يتركه هذا الشعب مع مرور الزمن. في تراث قديم وفي يوجد تراث القديم، كل أمة لها تراث. المقوم الثقافي له عوامل تساعد على بنائه. أي ركيزة ثقافية هناك عامل من العوامل يساعد على بناء هذه الركيزة. عليكم السلام ورحمة الله. وخاصة البلاد العربية والبلاد الإسلامية، أول ركيزة وهي ركيزة الدين واللغة والعادات والتقاليد. أولا دعونا من يعني نتكلم، أي مجتمع لابد له من لغة تحكم، لغة يتعامل بها الأفراد يتعاملون بها. ما لا يمكن أن نتخيل مجتمع بلا لغة، هذا أمر حقيقي. هل يوجد مجتمع بلا لغة؟ هل تتخيل أن هناك مجتمع بلا لغة؟ إطلاقا لا يوجد مجتمع بدون لغة يا شيخ. كل مجتمع له إيه؟ ما اجتمع شخصان إلا بينهما طريقة للتفاهم والتفاهم. حتى الحدود اللغة لا تقف عند حدود الكائن الإنساني فقط، حتى الحيوانات. انظر إلى القرآن الكريم، حدثنا عن الهدهد، وأن من سيدنا سليمان عندما أتاه الله الملك، هذا الملك من عناصر الملك أنه يعرف لغة الطير، وأتينا إيه منطقة الطير، علمنا منطقة الطير وأتينا من كل شيء إيه. فبالتالي سيدنا سليمان كان يعرف، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا إذن النملة تتحدث مع قرائنها النمل، إذن هناك لغة. الهدهد، مالي لا أرى الهدهد، تمام، لأذبحنه. عندما جاء الهدهد: إني وجدت قوم، إني وجدت إيه امرأة تحكمهم وأتيت من كل شيء. يعني إذن الحوار الموجود، الهدهد يتكلم وسيدنا سليمان يسمع، وإذن هناك لغة، تمام.
وبالتالي هذا حتى عند العلماء الطبيعة، هناك كتاب اسمه اللغة والحياة والطبيعة البشرية، واحد أستاذ في اسمه سيرو هوجمان، هذا الكتاب اللغة والحياة والطبيعة البشرية، هذا الكتاب يعني ترجم في جامعة الكويت وقرأته أعتقد في عام 1992، سيرو هيجمان، رجل كندي في جامعة كندية، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، وترجمه الدكتور داود حسني رحمه الله أستاذي، كان يدرس لي في الدراسات العليا في جامعة القاهرة، ولي معه ومع كتابه قصة نحكيها فيما بعد إن شاء الله. المهم أن هذا الكتاب يقول أن بعض العلماء ذهب للشطط به أن النباتات لها لغة أيضا، حتى النباتات لها لغة، مجتمع النباتات لها لغة، يقول لك يعني حتى النبات عندما يشرب الماء ويتشبع تميل الأغصان فرحا بهذا الماء. يعني شوف، تخيل أنه وصل به الكلام حتى أنه يعتقد أن النباتات لها لغة. فهذا موجود في كتاب اللغة والحياة والطبيعة البشرية. روي سي هجمان. نعم. روي سي هجمان. يس. نعم. موجود عندك؟ نعم. كتبت أنت؟ ترجمة مين؟ اللي هو المؤلف روي سي هجمان، التصنيف ما مش مكتوب ترجمة مين؟ طيب ترجمة داود حسني. داود حلمي، تمام، كان يعمل في الجامعة الأمريكية وكان يدرس لنا في جامعة الإسكندرية، المهم وكان أستاذا في جامعة الكويت، وترجم هذا الكتاب وطبع على نفقة جامعة الكويت. طيب المهم اللغة، طيب والدين، طبيعة الإنسان تميل إلى التدين. ما معنى الدين؟ بعض الناس لا يفهم ما معنى الدين، نتكلم عنه إن شاء الله. والعادات والتقاليد، طبيعة الإنسان في أي مكان له لغة ويميل إلى يدين إلى الدين، وله عادات وتقاليد جاءت بفعل الزمان. تعالوا نأخذ عنصر ونعطي هذا الانعكاس على مجتمع الإمارات. طيب أولا الدين، نبدأ بالدين كما هو موجود في الكتاب معنا. الدين من أهم النظم الاجتماعية وأخطرها شأنا في مبلغ ما يؤديه من وظائف في حياة الفرد والمجتمع وفي استقرار التنظيم الاجتماعي. طبعا ما الدين؟ ما معنى الدين يا شباب؟ أنا أريد أن أعرف ما معنى الدين. ما معنى الدين؟ كلمة الدين، نجد كلمة الدين دانا يدين ودائن ومدين، كلها من دائنة. ما معنى الدين؟ الحساب. ها نعم. هيا عبد الله، تريد توضيح الموضوحات من المشكلات. طيب تمام، ماشي تفضل. هي عقيدة. نعم. وسلوك شامل للكون. عقيدة وسلوك شامل للكون. للكون. شباب، ما معنى الدين؟ مجمع العقيدة والأحكام. تفضل يا شيخ. الدين ما يدام إلى رب العالمين. طيب تمام، ممكن هو معتقد يعتقده مجموعة من أفراد المجتمع. نعم. في المعنى العام وفي المعنى الخاص، تمام. عندما نتكلم عن مصطلح من المصطلحات، أنت تبدأ بالمعنى العام. عندما نقول فلان يدين لي بالولاء، ما معنى يدين لي؟ لك أو أنا أدين لك بالفضل، ما معنى يدين لي؟ يعني يميل، يخضع،
زي ما يقولون الجمايل. يعني الرجل مثلا، الرجل ده عمل معايا جميل من الجمايل يعني زي ما يقول، فأنا تجد أنا أدين له بالفضل. فالدين معناه المعنى العام، المعنى العام هو الميول، الميول لمرجعية يرتكز عليها ويستند إليها. الدين، كلمة الدين غير الدين. الدين هذا أمور مادية وربما تكون معنوية، الحياة ديون كما يقول. فالدين يعني الارتكاز والانتكاء، ويدين إلى يعني يستند إلى. ودائما الإنسان، طبيعة الإنسان قائد ومقود. طبيعة الإنسان، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعل طبيعته دائما يميل إلى القيادة، تمام. ودائما تجد إن في بعض ودائما يميل إلى أن يقاد. في نفس الوقت اللي أنت تتمنى تكون فيه رئيس، تتمنى تكون فيه مدير، تتمنى تكون فيه كذا، صاحب سلطة وصاحب عمل وصاحب هذا إيه، وحتى في البيت يكون عندك رغبة أن يكون أنت صاحب الكلمة، هذا كله إيه، ميول إلى الكرسي الأول اللي هو أن تكون أنت صاحب الكلمة في البيت، صاحب الكلمة في العمل، صح ولا لا؟ حتى بين زملائك تحب تتفرد عن غيرك. في نفس الوقت لك مرجعية تستند عليها، تمام؟ فطبيعة الإنسان، أنا أتكلم عن طبيعة الإنسان، أنه دائما يميل إلى التدين. ما في إنسان يقول لك لا أنا لا لا، ده حتى في عز ما هو ينكر وملحد يقول يا رب، غصب عنه مش بمزاجه. طبيعته البشرية تأخذه إلى الأساس. انظر إلى فرعون لما أحاطت به المياه ماذا قال؟ آمنت. وخادوا الكبر شوية، آمنت بما آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل، ما قالش موسى. شوف القرآن، طبيعة الإنسان إنه يميل إلى ركن يركن عليه. فأنا أنا أركن إلى والدي وأدين إليه بالولاء، وأدين إلى بالانتماء إلى وطني، وأدين بالانتماء إلى كذا، وأدين بالولاء إلى كذا، وأدين بالفضل إلى كذا. فطبيعة الإنسان أنه دائما يميل إلى ويستند على. الدين منظم من المنظمات الاجتماعية للناس، يعني كما قرأنا هنا أنه من أهم النظم الاجتماعية وأخطرها شأنا في حياة البشرية، حياة الفرد والمجتمع، ويؤدي إلى نوع من أنواع استقرار التنظيم الاجتماعي. انظر إلى بعض المجتمعات، السبب والمنظم الوحيد فيها هو الدين. الصهيونية العالمية ترتكز على الدين، تتكلم بلسان الدين، يعني تمام. المسيحية في العالم ترتكز إلى لسان الدين. نحن المسلمين في العالم نرتكز على 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 الدين. فالدين منظم من منظمات التجمع الإنساني. فبالتالي هنا لماذا؟ لأنه يخاطب المشاعر، مشاعر الفرد والجماعة، بما يطلق عليه العاطفة الدينية. ما في إنسان خالي من العواطف والأحاسيس والمشاعر، منها العاطفة الدينية. لذلك أنت تجد أقول لك على شيء، ربما تجد مسلما لا يصلي ولا يصوم ولا كذا، لكن عندما يدخل في مشكلة مع مسيحي ولا مع يهودي لا، تأخذ العاطفة الدينية، ويتعصب لدينه وعلى الرغم ربما لا تجده يصلي ولا يصلي، يمشي على سطر ويسيب سطر. وربما هذا العاطفة الدينية داخلية، تمام، العاطفة الداخلية. المسلمون في أوروبا الله يعلم عليهم، يعلم بهم ويستر عليهم، تمام.
ولكن واحد عندما يأتي مجنون من المجانين ويرسم صورة كاريكاتيرية للرسول صلى الله عليه وسلم ويحرق المصحف تقوم الدنيا والمظاهرات والدنيا تقوم وتروح تيجي، ودول تلاقي نصهم نص اللي ماشيين في المظاهرة دول ما يعرفش حاجة عن الصلاة ولا الصوم ولا حتى بصوم. لكن العاطفة الايه؟ العاطفة الدينية. يعني لا تتخيل ان لما المظاهره يكون ماشيه كده في 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 اوروبا بسبب الصور المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيلم سينمائي يتكلم عن الدين الاسلامي، وتلاقي شارع مسدود من الندول، يعني لا ولا يعرف حاجه عن اي شيء عن الصلاه ولا شيء. خد بالك. بالتالي هنا العاطفة الدينية، مجتمع الإمارات مجتمع إسلامي بطبعه، مجتمع مسلم الحمد لله رب العالمين، وكل مظاهر موجودة في المجتمع تدل على أنه الدين الإسلامي هو الدين الأصلي والرئيس للدولة الحمد لله رب العالمين. الدين في الإمارات، الدين الإسلامي هو منظم من المنظمات الاجتماعية التي تنتظم حياة الناس. الدين هو المحرك لمشاعر الناس وسلوكياتهم وعاداتهم وتقاليدهم، كلها تتماشى مع الدين والحمد لله. بالتالي القيم الموجودة في المجتمع، القيم الإنسانية الراقية الموجودة في المجتمع العربي وفي المجتمع الإماراتي مستوحاة ومأخوذة وأساسها من الدين الإسلامي والحمد لله. يعني هذا مما الدين الإسلامي وبما يحتويه من عقيدة وسلوك وتفسير شامل للكون والحياة، أيضا كل هذا موجود في المجتمع. يعني إذن البعد الديني، البعد الثقافي الموجود منها الدين، أخواننا الذين يعني يبحثون عن موضوعات للبحوث، فعندنا الآن البعد الديني، البعد الديني وأثره، البعد الديني وأثره في بناء المجتمع أو في تكوين ثقافة المجتمع الإماراتي. الدين الإسلامي وأثره في تكوين المجتمع الإماراتي. يعني خذ ما تريد تتكلم عن الدين، هذا الموضوع. قواعد السلوكيات الناس مأخوذة من الدين، وكلها مثلا كسلوكيات، كمبادئ الحياة، كتعاليم، كأخلاقيات المجتمع الإماراتي، كلها مستوحاة من الدين الإسلامي. فبالتالي لا يمكن أبدا أن ننكر أثر الدين في تشكيل الفكر، في تشكيل الفكر الثقافي أو التكوين الثقافي للمجتمع. القيم الإنسانية الموجودة في المجتمع الإماراتي كمجتمع من المجتمعات العربية الأصيلة، فهذا التكوين الثقافي مردوده الدين الإسلامي. طيب، طبعا كنا نتكلم عن الدين كمفهوم عام، أما تقنين المصطلح يعني تضييق المصطلح، هو العقيدة التي عقد الإنسان عليها الفكر والعقل والقلب وآمن بها. ما معنى كلمة عقيدة؟ يعني عقد الفكر والقلب العاطفة تمام على أن يدين بها، كلمة عقيدة. فتضيق أكثر من العقيدة الدين الإسلامية. العقيدة الإسلامية هي قواعد وأحكام وضروريات يلتزم بها المسلم وعلى وفق تعاليم الدين الإسلامي. ولذلك تغيير العقائد أمر ليس سهلا بسيطا. الله سبحانه وتعالى، يعني هل الله سبحانه وتعالى أخذ من كل الناس، جعل كل الناس رسل؟ لا، الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس. الله سبحانه وتعالى
لم يكلف قريشا كلها بأن تنشر الدعوة، كلف محمدا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لماذا؟ لأن أنت ممكن تقنعني أن أنا أغير البدلة دي، ممكن تتكلم معايا وتقنعني أن الكرافتة دي غير منسجمة مع البدلة، ممكن تقنعني أن أنا أغير أشيل اللحية أعمل، ممكن ممكن تقنعني بأن أعمل شيء معين، لكن تقنعني أن أنا أغير ديني ومعتقدي، هذا أمر ليس سهلا، صعب جدا. وهذا أنت إذا أنت حاولت بكل ما أوتيت من ثقافة وكل ما، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدقوني أيها الإخوة الكرام، والله لن تستطيع أن تهدي واحدا وتنقله من حيز الدين من دينه إلى دينك بقوتك وعلمك وبمالك وكل شيء أبدا، إن لم يكن هناك دعم لهذا من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال ذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ممكن أنت تعطي ناس فلوس، وكان في واحد زمان وزع على الناس فلوس ووزع عليهم مصاحف حتى يجيب العاريات الكاسيات الإيطاليات ويعطيهم المصحف ويعطيهم فلوس في السفارة الإيطالية ويصوروا وهم شايلين المصحف، وتاخذ الفلوس وتحطها في جيبتها تدخل الخمارة والمصحف الله أعلم مدته فين، ويقول لك دعوة للإسلام. ليست هذه دعوة للإسلام، دعوة للاستهبال والاستهتار. بالتالي لا، لذلك الدعوة إلى الدين ده شيء صعب جدا، صعب جدا لا تتخيله، لكن تكون أنت سبب ماشي، أنت تكون سبب ماشي، سبب في تغيير تفكير واحد، تفكير واحدة، تفكير حد، مجرد أنه غير تفكيره يعني البوصلة تكون ماشية في الطريق الصحيح، بس أنت ما عليك إلا تعمل على أن تعيد البوصلة إلى الطريق الصحيح فقط، ثم أنت تتركها لرعاية الله وطبعا في كل شيء. طيب ما علينا، اللغة، ما اللغة التي تنتظم المجتمع الإماراتي يا شباب؟ ما اللغة الموجودة في المجتمع الإماراتي؟ اللغة العربية بلهجاتها المختلفة. طبعا طبيعة الإنسان العربي زمان، العرب قديما كانوا يسكنون في قبائل، وكل قبيلة لها لهجتها الخاصة، صح ولا لا؟ قبيلة عبس، قبيلة زبيان، وقبيلة بني سليم، وبني باهلة، وبني 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 وكل الصبح، وبني بكر ومضر وربيعة ووائل، كل هذه القبائل، مئات القبائل في الجزيرة العربية. طيب لما جاءوا كانت الجزيرة العربية قبائل متناحرة متشاكسة طول عمرهم بتوع مشاكل، ما في قبيلة تحب الثانية، وقصة طويلة عريضة. المهم
الفضيلة وتتم الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة رسول الله مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فكانت الجزيرة العربية قبل الإسلام مكونة من قبائل، كل قبيلة لها لهجتها الخاصة. طيب، ومع هذا كل قبيلة لها لهجتها الخاصة، إلا أن هناك اللغة الفصحى هي التي تجمع هذه القبائل كلها. طيب، إذن هذا ما يطلق عليه بالثنائية اللغوية. الثنائية اللغوية يعني حتى اللغات، حتى الإنجليزية، حتى الفرنسية، ما من لغة في العالم إلا وفيها الثنائية اللغوية. اللهجات. يعني لا تتخيل أن الإنجليزية الموجودة في بريطانيا، كل بريطانيا لا فيها لهجات مختلفة. يعني إذا انتقلت من لندن إلى أي مكان آخر تجد أن اللكنة تختلف. حتى الإنجليزية الموجودة في الهند، الإنجليزية على لسنة على لسان الإخوة الهنود تختلف حتى عن الإنجليزية على لسنة الأفارقة الموجودة. وبالتالي الإنجليزية الأمريكية تختلف عن الإنجليزية في المملكة المتحدة. فطبعا فهذا ما يطلق عليه قدر اللغات. طيب، اللغة هي حجر الزاوية في كل تراث اجتماعي، تنتظم حياة الناس. اللغة يستطيع الإنسان أن يعبر عن أحاسيسه ومشاعره باللغة. فبما المجتمع الإماراتي مجتمع يدين بالدين الإسلامي، واللغة الأساسية عنده هي اللغة الإيه؟ اللغة العربية. أيضا من أفضل أساليب دراسة الاجتماعات دراسة لغة المجتمع. وحتى في أوروبا يعني يضعون اللغة ضمن العلوم الاجتماعية. يعني عندنا هنا مثلا قسم اللغة العربية، لا، في أوروبا، في بعض الجامعات الأوروبية مثل جامعة ليدن في 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 هولندا مثلا، وبعض الجامعات الأخرى، توضع دراسة اللغة، أو الذين يهتمون بدراسة اللغة يهتمون بها في قسم العلوم الاجتماعية. العلوم الاجتماعية، علم الاجتماع وعلم النفس، ومعها علم اللغة في الداخل. حتى بعض العلماء العرب الذين والدارسين العرب الذين ذهبوا إلى أوروبا ليدرسوا في أوروبا درسوا اللغة ضمن العلوم الاجتماعية. من الدكتور علي عبد الواحد وافي، حتى ألف، هو حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع وألف كتابين في علم اللغة. دكتور علي عبد الواحد وافي كان أستاذا كبيرا في جامعة القاهرة، كلية الأداب، قسم الاجتماع. فينظر إلى اللغة على أنها علم من العلوم الاجتماعية. طيب، هنا أيضا ما في مجتمع كما قلنا إلا وله لغة، واللغة هي لسان المجتمع، هي جزء من السلوك الإنساني وضرب من العمل الإنساني. الإنسان حينما يتكلم يعبر عن ذاته وعن نفسه. هل في واحد منا مكتوب على جبهته أنه متواضع؟ هل واحد مكتوب عنه أنه متكبر؟ أبدا. كيف تعرف أنني متكبر؟ من كلامي، من طريقتي. كيف تعرف أنني متواضع؟ من طريقتي وكلامي، صح ولا لا؟ فكما يقولون في المثل، تكلم أعرفك، لكن عندما تكون صامت وساكت لا نعرف عنك شيئا، حتى لا نعرف اسمك ومن أين أنت. لكن مجرد أن تتكلم نعرف من أين أنت، نعرف أنك مصري وإنك كذا وإنك كذا، لأن أنت لسان هذا الصندوق الصندوق الصامت الذي هو أنا مش أبيض يعني. تمام. فعندما تتكلم نعرف من أنت، نستطيع أن نحدد اتجاهك السياسي، حتى نستطيع أن نعرف ديانتك، حتى تقول أنا مسلم نستطيع أن نعرف أي اتجاه من المسلمين. كل لسانك هو الذي يقول، لسانك هو الذي يقول. حتى المدرسة. أيوة. فإذا يعني اللغة هي المعبر الأساس عن هذا الكائن الذي يتحرك ويمشي على الأرض. لذلك لا يمكن أن نخلع الإنسان خارج لغته. مجتمع الإمارات مجتمع عربي أصيل في المنبت وفي المآل، يتكلم اللغة العربية رسميا وشعبيا. بمعنى رسميا وشعبيا، يعني اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. يعني هناك ما من دولة إلا لها دستور، صح ولا لا؟ ويوضع في المادة الثانية أو المادة الأولى أو المادة الثالثة حسب ترتيب المواد في أي دستور، اللغة الرسمية للدولة حتما لازم.
لابد يعني يكون يوضع عندنا مثلا في الدستور المصري اللغة العربية هي لغة الدولة، لغة رسمية للدولة. فطبعا في 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 بعض الدول خاصة الدول التي كانت محتلة مثل مثلا نيجيريا، أنا سافرت نيجيريا كما قلت لكم قبل ذلك، اللغة الرسمية في الدولة الإنجليزية. نيجيريا فيها ثلاث لغات، فيها الإيبو والهوسا والإيه ولغة أخرى دائما أنساها. ولكن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة الإنجليزية، تمام، اللي هي تخرج بها المكاتبات الدولية، مكاتبات الدولة. فعندنا هنا في الإمارات وفي الدول العربية اللغة الرسمية هي اللغة الإيه؟ اللغة العربية. مثلا المجتمع الإماراتي مجتمع لغة الشعبية والرسمية، الشعبية يعني لغة الناس، الشعبية لغة الناس البشر، والرسمية هي لغة المخاطبات، وبناء عليه المفروض ألا تخرج ورقة من مؤسسة باللغة الإنجليزية أبدا. أن من دستور الدولة أن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة إيه؟ العربية. فلابد أن يتماشى هذا مع الموضوع. طيب اللهجة المحلية في الإمارات لها دخل كبير جدا، دخل عليها كثير جدا من الألفاظ الأعجمية كالإنجليزية والهندية والفارسية والأفريقية، طبعا نتيجة الاتصال والتواصل الايه الاتصال مع 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 الآخرين دائما، يعني الاحتكاك هذا يولد طاقة، هذه الطاقة عندما نأخذها إلى اللغة نجد أن في اللهجة المستعملة خاصة انتشار عدد كبير جدا من الوافدين يزيد عن عدد السكان الأصليين للدولة، لذلك نجد أن الإنجليزية موجودة في كل مناحي الحياة. تمام، توجد بعض الكلمات طبعا بدأت تتسلل إلى لهجة الناس. في الفترة الحديثة تحول فيها مجتمع الإمارات من مجتمع بحري إلى مجتمع صناعي، وهذا الكلام تكلمنا عنه في قبل ذلك. فدخلت بعض المسميات خاصة المسميات المهنية، يعني كل مجال توجد بعض المسميات المهنية تتسلل منه بعض الكلمات. ففي فترة الإخوان الذين يعملون في البحر تدخل بعض المسميات المرتبطة بالبحر والسفن وأسماء البحار وأسماء السفن وأسماء الأشياء من هذا القبيل. المهم نجد أسماء وأجزاء من السفينة وإلى آخره. تؤثر اللغة في حضارة الأمة ومظاهر ثقافة الأمة. هذا أيضا هناك البيئة الجغرافية الصحراوية والبحرية والصناعية جعلت أو أمدت مجتمع الإمارات بمفردات كثيرة لا نجدها في مناطق عربية. طبعا هذا كل بلد لها حضارات، كل بلد لها خصوصية من ناحية لغوية. تمام، اللهجة المصرية، هل اللهجة المصرية هي مثل اللهجة الإماراتية؟ لا، هناك بعض الكلمات موجودة في اللهجة الإماراتية غير موجودة في اللهجة المصرية، على الرغم أن هنا لغة عربية وهنا لغة إيه؟ عربية. لماذا؟ نظرا للظروف التي تحيط بكل مكان. تمام، مثلا اللهجة العراقية بها كذلك، هل اللهجة العراقية هي نفسها اللهجة المصرية؟ لا، اللهجة المصرية فيها كلمات مصرية قديمة، فيها كلمات فارسية، فيها كلمات تركية، فيها كلمة نعم. ماشي أنا أشتغل. حضراتكم اللي عايز يمشي تفضل. ما في حضور لا أنا أخذ الغياب والحضور كيف مخلص. طيب بس أنا لو نطلع كيف؟ لا يعني خلاص، يعني خلاص أنت على ما ترجع من الصلاة يكون الساعة 11، ولذلك أنا شغال لآخر دقيقة، واخد بالك؟ طيب هذا بالنسبة للغة وبالنسبة للغة والدين. أما بالنسبة للعرف اللي هو العادات والتقاليد، يؤلف الناس في المجتمعات نظما وقواعد يشعرون بمدى نجاح هذه النظم والقواعد في حياتهم، يضطر الأفراد إلى الخضوع لها. يعني كل مجتمع من المجتمعات له عرف، العرف ده اللي يضعه كبار القوم، الناس يرتضون بعض القواعد والقوانين بينهم. تمام، ولذلك عندما تحدث مشكلة بين الرجل وزوجته يروح مثلا لشيخ القبيلة،
لبعض الناس الكبار في يقول لا هذا عيب، عيب ليه؟ هو قانون في الدولة؟ لا، ولكن لا يتماشى مع إيه؟ مع أخلاقياتنا. ده اسمه العرف. ولذلك القرآن الكريم احترم العرف ولا لا؟ ولا إيه؟ وأمر بإيه؟ بالعرف. العرف يعني ما تعارف عليه واتفق عليه المجتمع بشرط ألا يتعارض مع الدين. شرط ألا يتعارض مع إيه؟ مع الدين. وأي عرف يتعارض مع الدين منبوذ. يعني أي عرف يتعارض مع الدين ثق تماما أنه منبوذ. يعني في مجتمعات بينهم أعراف وتقاليد لا ترضي الله سبحانه وتعالى، خاصة المجتمعات المنغلقة، بعض القبائل الموجودة في الهند، بعض القبائل الموجودة في أمريكا، بعض في أفريقيا، ها؟ أشياء العرف منتشرة بالعرف بينهم، هذه لا ترضي الله سبحانه وتعالى، هذه منبوذة. طيب إذن العرف يرتبط بما تعارف عليه الناس وبما له من احترام كبير وطاعة من جميع أفراد المجتمع. العرف وما تتصل به العادات الشعبية والأفكار العامة يعتبر أهم جزء من دستور المجتمع غير المكتوب. يعني العرف دستور اجتماعي غير مكتوب، غير موثق، لكن يتوارث مع من جيل إلى جيل، يتوارث من جيل إلى جيل. العرف أيضا يخضع للتطور، مع أن تطوره شاق وبطيء في حدود ضيقة جدا. يقابل هذا العرف مع التكرار يصبح عادات وتقاليد. إذن العادات والتقاليد ما هي إلا مجموعة من الأفعال والأعمال والسلوكيات تنشأ في قلب الجماعة، كما قلنا قبل ذلك. العادات والتقاليد هي إيه؟ أفعال سلوكيات يقوم بها الناس ثم يكررونها تصبح عادة، ثم هذه العادات التي تعود الناس عليها يقلدونها، يأتي جيل يقلدها فتصبح تقليد. إذن العادات والتقاليد، هل يمكن واحد يكلمنا عن يعمل بحث مثلا عن العادات والتقاليد في المجتمع الإماراتي؟ ما فيش مانع، حد يكون يحب يكتب لنا عن العادات والتقاليد في المجتمع الإماراتي؟ لا مانع. نعم، انت اولا اختار العنوان، ثم بعد ذلك فكر في هذا العنوان، فكل واستخرج الافكار من هذا العنوان، تستخرج فكره 2 3 4 كما تحب، كل فكره اعتبرها مبحث، واكتب عن كل فكره صفحتين او 3 صفحات. فلو انت مثلا وضعت لعنوانك 3 افكار، تمام، ثلاث افكار، تمام، هنا صفحتين وصفحتين وصفحتين، أو 3 صفحات وثلاث صفحات وثلاث صفحات، ثم بعد ذلك تكتب لنا في الخاتمة تبين لنا النتائج والتوصيات حول هذا الكلام، هذا مش مشكلة، وفي عنوان وفي مقدمة وعندنا مبحث أول، مبحث 2، مبحث 3، مبحث 4 كما تريد، ثم خاتمة، تمام، وفهرس بالمراجع والمصادر، وشكرا. واضحة الصورة؟ شكرا جزيلا ونلتقي على خير. نعم يا رحمة.